تمام يا فندم. مهندس طارق احمد عزت، رئيس مجلس اداره مصنع تلتمية الحرق. طارق، لو سيادتك يا فندم، منتجات الاسلحه والذخائر الصغيره والمتوسطه وذخائر الاعيار الثقيله. تم بحمد الله وبدعم من سيادتكم تصنيع الرشاش المصري متعدد الاغراض عيار 762 في 51 ملي بالقضه المزدوجه والدبشك الخشب وبالسيريا الثنائيه والثلاثيه، وقد تم البدء في الانتاج الكمي. تم يا فندم التعاون مع اداره البحوث الفنيه والتطوير في تطوير وتصنيع بعض المنتجات، تطوير البندقيه الاليه عيار 762 في 39 ملي، وذلك بواسطه استبدال الاجزاء الخشبيه وغطاء الجسم باجزاء مصنوعه من سبائك الالومنيوم وماده البوليمر لمواكبه التطور العالمي في هذا المجال ولامكانيه تركيب الاجهزه البصريه واجهزه التنشين عليها. يتم يا فندم الدبشك، يمكن ان يتم دبشك، يمكن ان يتم السلب ويتم امتداده ويتم تقصيره وطوله طبقا للمستخدم، وتم تزويده بقبضه اماميه يمكن ان تستخدم كسبيه ثنائيه. وفي مجال التصنيع يا فندم، تم تصنيع قاذف القنابل السداسي عيار 40 ملي متر، والذي يستخدم مع افراد المشاة وكافه حماته يا فندم من السوق المحلي، ويتم تصنيع كافه الذخائر المستخدمه معه. وفي مجال الاعيار الثقيله، يتم تصنيع ذخائر المدفعيه والدبابات والهاونات، وتم انتاج الذخيره 115 ملي سابو عمليات المستخدمه مع الدبابه T62 وبقدره اختراق 2.5 ضعف القدره الحاليه، والذخيره 155 ملي التي تعمل مع الهاوزر 39 عيار L5 والهاوزر 52 عيار شديده الانفجار وحامله القنيبلات، وتعمل بمدى حتى 40 كيلومتر. واخيرا يا فندم، وظيفه الاعماق الصاروخيه طراز دورس 1 التي تعمل ضد الغواصات وبعمق حتى 300 متر. واي اوامر يا فندم؟ هل عبر التصنيع؟